كل يوم حد بيبقى موجود فيه الشيف أيمن، والشيف أيمن من الشيفات اللي بتتميز في يوم في يعني في الأسبوع ده بسرعة الأداء، تلاقيه طك 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 خلص الأكلة في 5 دقايق غير ما الأفكار اللي هو ممكن يعني. لا وحاجات صعبة. لو نسيتوا الحد اللي فات كان عاملين لنا كشك بالجمبري لونه أحمر، وكان في تساؤلات كثيرة جدا عن أصدقائنا من فيسبوك يعني إيه كشك والكشك اتعمل إزاي. النهاردة هيعلمنا طريقة عمل سمان محشي وكنافة بالعجوة بالتمر. أولا أنت منور شيف أيمن عطار، منور ازيك، وحشتوني جدا وكل الجمهور وحشني جدا. احنا بس عايزين نقول هو مش محشي يعني السمان مش محشي بس هو محشي. الرز ما انا شايفاه محشي حاجات، هو مش محشي بس هو محشي. طيب هنعرف يعني السر ده في وزير رمضان. احنا مش احنا ما انت عندك طاسه نحطها نسخنها قبل ما نبتدي نشتغل؟ في حاجه هتستعملها؟ الطاسه دي الطاسه دي هنستخدمها. طيب نحطها الاول وبعدين تقول لي المقادير بتاعت السمان ونسالك بقى محشي ومش محشي ازاي. طب تمام، نقول الاول مقادير السمان. السمان بالرز والكاري، عدد 4 سمان، نص كيلو رز بسمتي، معلقه كبيره كاري باودر، نص معلقه كركم، ورق لورا وحبهان وقرنفل، دي توابل مهمه جدا، وعندي كوبايه بسله ونص كوبايه جزر وبصلايه مفرومه وملح وفلفل وزيت. طبعا انا بقى معاك. ايه بقى طبعا احنا إيه بسالنا السمان مش محشي ولا نبتدي نشتغل ونشوف ازاي؟ نبتدي نشتغل ونشوف ونشوف. اللي انا عارفه ان السمان بيتغسل زي الفراخ، بيتغسل زي الفراخ بس بزود له الخل شويه في غسيله. يعني انا دايما احب ازود الخل لان السمانه يعني بتبقى الناس بتخاف من زفرتها شويه، انها بتبقى حاجه تربيه بلدي او حاجه بتبقى طايره دايما زي الحمام كده، فلازم تبقى سنه الخل زياده فيها شويه. فاحنا بنغسلها بميه وخل. تمام، بنغسلها كويس زي ما انت شايفه كده، وبعد كده بتبلها. بس انا عايز اشرح لك بس السمانه عشان ايه هي والحمامه برضو، عشان الناس ما يبقى الموضوع برضو قريب منهم. هي السمانه هنا النهارده بتاعتنا كبيره شويه في الحجم زي ما انت شايفه كده، قريبه جدا من الحمامه، بس دايما تلاقي زورها اكبر من الحمامه. مش يعني اكيد هنروح عند الفرارجي نقول له طبعا طبعا ما تقدريش تبيعيها على انها سمان يعني ما حد يقدر يضحك عليا. مش هتبقى فيها غش او حاجه. السمان انا غسله كويس قوي بالملح بالملح والخل ومديله سنه كركم بسيطه قوي عشان يبقى نفس اللون، عشان يبقى نفس اللون. وهديله قدامك دلوقتي تاني ملح وفلفل. اول حاجه بعملها في السمان ان انا بتبله بالملح وبالفلفل زي ما انتم شايفين كده. طاسه عندي على النار، ممكن تحطي فيها شويه زيت يا مفيده بعد اذنك. زيت حاضر هناك اهو. انت هتنزله يتشوح؟ هنزله يتشوح وبعد كده هاخده في حته تانية. طب لو ليه انت عندك ليه زيت، ليه ما تحطش زبده؟ لو انا مش عايزه دسم قوي لان هو بينزل السمين اللي فيه. انا عايزاه دسم. هو السمين اقل دسم من الحمام عموما. اقل دسم بس هو برده مليان دسم. مليان يعني، حتى انت هتشوفي دلوقتي الطاسه وهو بتنزل السمان اللي فيه. على فكره انت لو عندك حله تقدري ان انت تعملي الاكله كلها زي ما انا هعملها النهارده كده. انا النهارده هعمل ايه؟ حله هنا؟ ما هو انا الحله عندي بصي اهي، بس الحله ضيقه شويه على ان انا اخد فيها ال4 سمانات. فانا هعمل هنا هقول لك هعمل ايه. هناخد السمان من هنا هنشوحه. طب يلا. كانه متشوح في الحله بالظبط. تسخن معاكي؟ لا سخن ما تقلقش. تمام، بتقلبي السمان كويس في الملح والفلفل. اوكي، وتقومي نازله. ممكن تبعدي بعيدي انت لو ما انا جدانه جدا في المواضيع دي. تمام، لازم اتعلم حتى الان الموضوع ده عشان الدرع اهو. الدرع خلي دايما بتخلي دايما شيف محمود خليكي دايما بس ايه مش عارفه راح فين الدرع بتاعي. اهو هناك اهو. حطينا السمان كده زي ما انتم شايفين في الطاسه على درجه عاليه. لو انا عندي الحله كبيره تقدري ان انت تستخدمي الحله ارضيه الحله تشوح يبقى رشته تشوحيه لان انا عايزه يتشوح هنا. فانا هعمل ايه في الحله دي لحد ما السمان يتعمل؟ هحط شويه زيت كمان بسيطه. اوكي، بس ريحته حلوه الملح والفلفل. الكركم والكاري. الكركم والكاري الكركم والكاري جمال جدا معايا زي ما انت شايفه كده. هي بتشوح هنا، هو انا نازل بالبصله هنا اللي انا هعمل فيها الرز او الحاجه الاساسيه اللي انا هشتغل فيها النهارده. تمام، بس خلي بالك برضو عشان بس يبقى الموضوع انت قلب سيبيه براحته ياخد لون بس. بص يا مفيده، بس عشان تبقى الموضوع قدامك، لو انت عندك حله واسعه كبيره يعني اقدر اعمل كل ده، اشتغل السمان كله، لان ده المطلوب اللي انا عايزه النهارده، ان انا اشتغل السمان والرز كله في حله واحده. وهو على فكره هيتحشي، هي دي فكره بقى محشي ومش محشي. هو السمان النهارده لما انا هعمله قدامك دلوقتي الرز هيخش جواه مفتوح، فالرز هيخش جواه فيطلع محشي زي ما هو زي ما احنا مطلعينه كده. اوكي، انت كده تقدري تقلبي على فكره ياخد لون وتقلبي. طب هنا زي ما انت شايفه كده البصلايه. وانت بتعمل قول لنا ازاي الست البيت تشتري سمان حلو. بصي، هو السمان اولا يعني عشان في ست كتير ما تعرفش شكله. بس هو انا بقلب اهو كويس. طيب تمام، بقلب البصلايه مش معطلات انا يعني بالسؤال.
اتفضل. بصي اختاري السمانه اللي حجمها قليل، كل ما السمانه حجمها يكون قليل كل ما هتبقى هتحس انها يعني هي ما تبقاش مزارع، لان السمان دلوقتي في مزارع فيها لحوم في الصدر وتبقى كويسه، اللي بتبقى فيها لحمه في الصدر وتبقى كويسه. اما السمانه لو محمله لو بتبقى كبيره يا منى هتبقى مزارع، مزارع ما بتطيرش. انما السمانه لما تبقى صغيره تضمني انها بتطير، صغيره في السن وبتطير يعني بتلو بتاع صغيره في الحجم، صغيره في الحجم. اوكي تمام. خدت السمان هنا زي ما مفيده خدته كده شفتين، بعد كده هنزل هنا بالكاري معلقه كبيره. ممكن بقى تنقلي، تقدري تنقلي هنا طالما تشوحي كده تقدر. بصي تنقله هنا اهو، برافو تمام، مع الكاري شم الريحه. احنا حطينا كاري تاني، انا حطيت كاري. طب هنا. انت عايز دي تاني؟ حطيت لا كده خلاص. وهنحط هنا بصي الكركم اهو. اوكي ممكن تقولي برضو اللي عملناه تاني اللي قلناه. احنا ايه، احنا شوحنا السمان تمام في حله، في طاسه، وفي الحله حطينا بصل وكركم وايه تاني؟ حطينا بصل وكركم وكاري. وكاري دي المكونات. وبعدين خدت السمان اللي اتشوح ورحت ايه؟ وايه ورحت لا خلي زي ما انت عاليه النار عاليه يعني خلي زي تمام. أوكي. وبعد كده نزلت بالقرنفل اللي قلت عليه والحبهان وورق اللوري واقلبه كله مع بعضه. قلبي وبعد كده انا هحط الميه وهسيب ده كله يغلي مع بعضه لمده قد ايه بقى؟ لحد ما يغلي معاكي هنزل بالرز. طب يعني انا كده السمان ده ما يتهريش مني؟ لا مش هيتهري منك خالص يعني محدش يقلق. هو احنا شوحناه بس ايه؟ حطيت قرفه؟ لا قرنفل. ده القرنفل. حبهان. ورق لوري. وادي الميه. هيغلي معاكي اول ما عليا من الروايح حتى التوابل جامده قوي. وانتوا عاملين الجزر قبل ما ندخل على الهواء يعني الريحه ايه بصراحه. لا وشكله هايل كمان احنا لما نطلعه كمان. دلوقتي انا حطيت زي ما انت شايفه كده. اوكي نقول تاني سمان اتشوح. بعد كده نزلت عليه بالبصلايه، بس انا شوحته في طاسه ثانيه لان الحله كانت صغيره، عشان بس لو انت عندك حله كبيره يبقى تشوحي السمان مع ملح وفلفل وكاري وكركم، سنه كاري وكركم صغيره. بعد كده تحطي بصلايه مفرومه وتقلبي كويس. بعد كده كركم وكاري معلقه كبيره كاري ونص معلقه صغيره كركم. بعد كده بتحطي القرنفل ورق اللورا والحبهان كله مع بعضه. وبعد كده تضيفي الميه بتاعتك عشان تبقى شوربه السمان اللي هتعملي عليها الرز والخضار. الرز والخضار طبعا الخضار ده فريزون، فانا هرميه اخر حاجه. لو فريش عندك ارميه دلوقتي الفريزون ما بياخدش وقت كتير. ايوه فهمت. ويبقى انا فاضل لي حاجتين كده هرميهم مع الايه هرميهم مع السمان. هنحطهم عشان هنرميهم، بحس ان احنا هنرميهم. اول ليه ما احنا هننزل بيهم؟ هننزل بيهم. هننزل بيهم. اصل كلمه هنرميهم دي بتاعتنا هنرميهم. هننزل بيهم. ما هي برضك لسه متعلمه. اتعلمنا اصطلاحات. طب ايه رايك في الاثناء دي عقبال ما احنا ده يغلي وياخد غلوته ونبتدي ننزل الرز والخضار نعمل ونقول المقادير بتاعت الكنافه. الحلو يلا نقول المقادير قبل ما نعمل قبل ما نخش فيها. اجيب المقادير ونتكلم عن الكنافه شويه كمان عشان النهارده ايه الموضوع سهل قوي في الكنافه. اوكي بس حاجه جديده يعني. طب كويس ناخد وقتنا كمان. بيقولوا عليها يعني عايز اقول اسمها، هم بيقولوا عليها المخشوشه في بلاد الشام وكده. مخشوشه أنا ليه بقى مخشوشه؟ ليه؟ لانها مع ايوه احنا لسه بنشتغل معانا وقت. لان ما بيقولوا عليها مخشوشه في بلاد الشام لان ما فيهاش يعني مكسرات كتير، ما فيهاش زي اللي بيشتغلوا بيها في الشام او في سوريا او الحلويات الشرقيه. حاجه بسيطه خالص وعاديه. هو يا دوب هم حاطين فيها عجوه ولافينها، فهم بيقولوا عليها مخشوشه عشان كده. لكن هي مش مخشوشه عشان مش بالمكسرات عشان ما فيهاش معدومه المكسرات. دي الهويه المصريه، دي الطابع المصري بتاعنا اللي احنا بنحطه في كل حاجه. هنغير فيها. نقول المقادير عقبال ما الميه دي تغلي او عقبال ما الشوربه بالسمان يغلي وبعدين نقوم مسقطين فيهم الرز والبتاع. احنا هنقول برضو مقادير يعني السمان تاني اشرحه لك قبل ما نخش في الكنافه عشان نفكر الناس بيه. نفكر الناس بيه. بص يا مفيد احنا هنجيب بصلايه مفرومه هتاخديها هتشوحيها على النار. لو عندك طاسه تانية هتشوحي فيها السمان مع ملح وفلفل وكاري وكركم. هتشوحي كويس في الطاسه وبعد كده تنزلي على البصلايه دي هتقلبي كويس لحد ما تاخد لون برضو ذهبي كده. تاخد لون ذهبي، ياخد السمان ياخد الصدمه بتاعته عشان انا مش عايزه مسلوق، انا عايزه بالزبط. يطلع محمر في مسلوق زي كل ما لما ما نستعجلش على الحاجه في تشويحها. اي لحوم اي طيور بتاخد لون ذهبي جميل وما بتبقاش شكلها تاخد الصدمه بتاعتها وتسيبيها عشان حتى المواد الغذائيه اللي فيها تفضل محتفظه بيها. هتقلبي ده كله مع بعض وبعد كده تحطي الكاري والكركم وتحطي التوابل بتاعتك اللي انا قلت عليها الثلاث حاجات مهمين قوي. ايه رايك ننزل الخضار لان انا حاسه الميه بتاعت تغلي خلاص ننزل الخضار معاهم وياخد ايه. على فكره شكله هيبقى هايل قوي بالرز بالخضار بالموال ده لما يكون رز كمان رز عادي ولا بسمتي؟ لا بسمتي. على فكره لو عايزه تستخدمي رز مصري انا ما فيش مشكله، بس الرز المصري انا نازل هنا بالرز في الاخر. الرز المصري ما بيحبش السلق
يعني الرزات اللي مش بتحب السلق يعجن معانا، بيعجن معاكي، انما لو استخدمت البسماتي هيطلع معاكي هايل. تمام تمام اوكي. ممكن قولي يا مفيده. لا ما قول. لا عايزه تقولي ايه؟ طيب لا انا كنت عايزه اقول ان احنا فاضل لنا كده بس ننزل الرز. هنزل الرز وهنقلب وهعرفك ازاي هو بيبقى محشي ومش محشي زي ما احنا قلنا. ايمن، طريقه تنزيله بعد ما الرز ده يستوي اجيب بقى ايه؟ انا بجيب جرام كبير واقوم قلبها. برافو عليك. تقدري ان انت تقلبيه كانك بتقلبي الكبسه او المقلوبه، او انك انت تغرفيه، يعني تغرفيه عادي. واطلع الاول السمان. انا طلعت السمان. انا طلعت عليه. كل واحد حسب ما بص، حته الغرف والبرزنتيشن دي بتبقى بتاعتك انت يا مفيده، حسب ما هنشوف الشكل. حسب ما انت بتبقي حابه تقدمي الشكل ايه. تقدري تقدميه زي ما هو كبسه كده، تقلبيها، جيبي صينيه كبيره لو عندك عزومه وتقومي قلبها، بيبقى السمان جوه التركيبه ديت، الرز بالحاجات دي. لما يكون عندك ضيوف تقول لهم طلعوا رز، طلعوا رز، طلعوا رز، طلعوا سمان، عارف، طلع بطاطس. وممكن تعملي زي ما انا عامل، انا غرفت الرز الاول بعد كده شلت نشلت السمان ورحت جاي حاطه بشكل لطيف على فوق ال. طيب انا عايز اسالك على الكنافه بس هتقول لنا الطريقه وانا اقول لك بقى. احنا كده خلاص اهو، بس ممكن نحط الرز دلوقتي. الميه جليد. تقدري كمان فين تشوفي فين اللون بتاع الحل. احنا شايفين معاك اكيد بال. لا ده انا كمان عايز اوريكي اللون عشان وانت شغاله ما يبقاش اللون غامق منك، لان الكاري مع الكركم كمان من الحاجات اللي بتغمق، او انا عايز لون وبتمرر، فانت خليكي حريصه. نص معلقه صغيره على اللي انا قلت، نص معلقه صغيره كركم، معلقه كبيره كاري. جميل. شايفه ده لون البيوم، لون مصفر طبعا باين. ده هيبقى لون كمان، السمانه واخده نفس اللون مع الرزايه وبتاع، هتبتدي تاخد نفس اللون. وانت ضامن ان كده السمان بيستوي بياخد وقت قد ايه؟ السمان هيستوي مع الرز على طول، دي معروفه. يعني دي الرز بياخد تلت ساعه مثلا، تلت ساعه. والسمان ادي اديته حوالي 5 دقائق او 7 دقائق في الاول. الاول وبعد كده مع الرز حوالي تلت ساعه هيطلع معاك السمان زي الفل. ايه رايك نحط الرز؟ يلا عشان نشوف. يلا. عشان قبل ما نطلع لفاصل. ادي الرز بتاعنا. طيب. وانت بتتكلم في الاثناء دي انا عايزه بس اقول حاجه لكل اصدقائنا اللي على الفيسبوك وبعتوا لنا مسجز كتيره جدا علشان هم عايزين يستفسروا عن حاجه، ان في بعض القنوات كانت بتبث بث مباشر من رابعة العدويه، وهم المتابعين لهذه القنوات بيسالونا ليه البث تم او ليه تم وقف البث ده. حقيقه الامر احنا ما عندناش اي معلومات مؤكده ليه تم البث ده، لكن من ضمن الكلام اللي بيتقال حاليا ان رابعة العدوية هم اللي طلبوا البث. في كلام بيتقال بيقول كده ان هم اللي طالبين، في محدش عارف الاسباب الرئيسيه. لعل وعسى السبب يكون خير، بتمنى يا رب خير وربنا يعدي الايام دي كلها على خير وعلى. انا عايزه اسال شوف ايمن قبل ما نطلع لفاصل، الكنافه بقى لما بشتري مثلا نص كيلو، نطلع الفاصل ولا لسه؟ خلينا نطلع الفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل الكنافه. تمام. عشان نحاول ان احنا ايه ما نسحبش على الناس. يبقى كده احنا عملنا لكم الرز ونقدر نشرحها تاني كمان، الكاري، رز بالكاري بالسمان. بعد الفاصل بقى نرجع على الحلو، والحلو عايز الحلو بعد الفاصل. مع حضراتكم ده الشكل النهائي بتاع السمان بعد ما طلع مع الرز، عشان بس نخلص اكله لكل اصدقائنا. الكاري والرز والسمان موجود، تحفه. طريقه غرفه ازاي يعني؟ هنبقى نقول يعني هنقول طريقه. لا تسلمي ايديكي، ما انت اللي نفسك. احنا لا، ما عندنا جزر، ما احنا شلنا السمان وفرشنا الرز وبعدين حطينا السمان على الوش. عايزه انت تغرفيهم زي ما هم، زي اللي هي السمان زي المقلوبه او زي الكبسه، تحطيه بقى السمان داخل الرز، مفيش ادنى مشكله. بجد دي حاجه جديده جدا. وكده احنا عملنا الحادق. ايه رايكم في الحلو؟ الحلو ايه النهارده؟ كنافه بقى. كنافه ايه بقى؟ كنافه بالبلح. انت كنت تقول لي اسمها ايه؟ مغشوشه. مغشوشه. مغشوشه بس. مغشوشه هي مش بالمكسرات. مين غشها؟ مغشوشه عشان ما فيهاش حاجه كتيره. بصي يعني فاضيه يعني. ده حتى المكسرات دي انا ضايفها النهارده من عندي. حلو يعني. عشان كل اللي انا بقى الناس تاكل يعني. انا احبها كده. حاجه ما فيش فيها اي حاجه يعني. حتى المكسرات والله انا ضايفها من عندي عشان حتى ما تبقاش مغشوشه، تبقى حاجه طيب. لطيفه شويه. مقاديرك تمام. هم بيقولوا عليها كده. المقادير بتاعتنا كنافه بالبلح، نص كيلو كنافه طرح. ماشي. هنقول يعني ايه طرح برضو بعدين. ربع كيلو عجوه او بلح اسود متشال القشر بتاعه. أوكي. اللي متوفر عندك اشتغلي بيه. وكوبايه سمنه سايحه. وشربات الكنافه بيكون تقيل. ده السكر ده في الميه. السكر ده في الميه. شربات الكنافه دايما بيكون تقيل. تمام. غير شربات البسبوسه. انا بعمله 1.5 سكر ونص ميه ولا الكوبايه؟ انا عاملها النهارده 1.5 و1، مش مشكله. وكوبايه ميه وكوبايه ونص سكر. هنقول مكونات تاني. نص كيلو كنافه، ربع كيلو عجوه او بلح، 1 كوبايه سمنه سايحه،
واحد ونص كوب سكر وكوبايه ميه ومعلقه مكسرات. طيب. لو مش عندك مكسرات ما فيش. يعني ايه بقى كنافه ترح بقى؟ بصي الكنافه نوعين، في كنافه اللي هي بتيجي شعر شعر وفي كنافه ترح اللي هي وريها لنا بقى وانت حتت يعني اللي هو بيلمها مناديل كده بيلمها بطول ال بطول ال مش متقطعه الصاجه بتاعته. يعني انا اقول له انا عايزه كنافه ترح. ليه انا ترح عايزها النهارده بقى مفيده؟ عشان انا هلف. ليه سموا الكنافه ترح يعني على اي اساس؟ ما هي عشان او مناديل او حاجه يعني ليها اتصال. طب بصي عشان احنا بصي انا هجيب الكنافه الترح كده. اوكي خلينا في المكان الجميل ده نشتغل فيه. تمام انا هوري الناس بس هي ايه طريقه لفها زي ما ورينا الجلاش الاسبوع اللي فات. هنجيب سكينه بس يا مفيده بعد اذنك. انت هتلف بصي هتبقى القطعه زي ما انا شايفها كده، دي الطرحه اهي. بفكها بسيط كده وبقطع حته زي اللي انتوا شايفينها دي كده. مفيده جايبه لي سكينه مكسوره. قول لنا وانت بتقطع كده شايف ايمن لما بيفيد كنافه بتتشال في الفريزر؟ الكنافه تتشال في الفريزر مفيش مشكله. ومقطعه ولا يعني نقطعها لما تطلع؟ يعني ايه الاسهل، نشيلها مقطعه صغير ولا لا تقطعها لما تتشال احسن؟ ما تقطعهاش صغيره قبل ما تفرزيها عشان ما تشربش ميه. تفرزها الاول. واحط الكنافه كده والف بالمنظر ده زي ما انتم شايفين كده. شايفين؟ جميله جدا. سهله قوي. وزي ما انت شايفه كده اهو بتتك عليها جامد. بتتك عليها جامد. تمام. لفت معاكي كده، بتقومي جايبه الصينيه الجميله ديت وتقومي حطها كده وغيرها. ممكن تلفي واحده مفيده انت كمان، اقطع لك واحده. لا يا انت ظبط انت وانا معاك. شكلك مالكيش في الكنافه. لا هي مش عايزه تمد ايديها وخلاص النهارده. انا عملت لك السمين يعني. لا واضح. ماشي انا هقطع لك البتاع. تمام اهي. تمام وانا زي ما انت شايفه كده. الناس شايفين اهي اهي. وبعد كده بديها سمنه كتير. بديها سمنه كتير وبدخلها الفرن. بملى الصينيه ديت وبديها سمنه كتير وبدخلها مسيح الفرن. مسيح السمنه اوريدي ولا لازم السمنه بتاعت الكنافه تبقى سايحه؟ واديها سمنه كتير. الكنافه بتحب السمنه الكتير خلي بالك. وبعد كده تصفيها تشغليها في اي حاجه تانية. تمام. وبعدين تطلع تدخليها الفرن درجه حراره 180 لمده 20 دقيقه ودلق عليها السكر لمده 20 دقيقه وبعد كده تصفيها. والشربات اللي انت عملتيه اللي هو كوبايه ونص سكر اهو مع كوبايه ونص سكر مع كوبايه ميه وتسيبيهم يغلوا على النار مع نص ليمونه وبعد كده تسقي الكنافه وهي سخنه. سلام لو الشربات تحط له ماء زهر بقى او موارد او موارد كمان. وبعد كده انا رشيت شويه مكسرات على الوش ملهاش لازمه. يعني انا بحط على العسل بتاع اللي بسقيه للكنافه نص ليمونه. نص ليمونه عشان معلقه ما يعملش كراميل ويعني ما يعملش كراميل معاكي. بس والسكر ما يخرص فيعمل فما يقعدش زي ما بيقولوا. السكر يقعد معاك. فهمتي؟ اوكي يعني فهمتي ولا يعني نحاول مره اخرى. طيب لكي نستعيد المعلومات. لان المعلومات كده كتير. هتضحكوا علي المصورين اللي انتوا بتضحكوا عليا. انت بتسال عن شربات الكنافه. ماشي ماشي. المهم ادي الحلوه اهو، الكنافه بالعجوه، وادي السمان بالرز. تسلم ايدك يا ايمن. ربنا يخليك. الاكلتين احلى من بعض. اشكرك يا ايمن. ميرسي جدا. متشكر جدا. تسلم ايدك. طبعا بكره بكره معانا مفاجآت كبيره جدا. الدكتور سناء شافع العبقري النجم الكبير استاذ سناء شافع يكون معانا. ويكون معانا مين كمان؟ وسميره محسن. طبعا الاستاذه الدكتوره سميره محسن هتكون معانا متالقه فعلا في المسلسل. سناء شافع انا بحيي حضرتك على دورك في حكايه حياه. انا يعني نفسي انا عن نفسي شايفه ان حضرتك بتمثل انتوني هوبكنز في اقوى ادواره. يعني انا ما مش قادره اقول لك الدور عامل ازاي. لازم يبقى زي حد احنا بنقول عليه. بس هو فعلا شديد المصريه واستاذ كبير جدا. اضافه كبيره جدا للنجوم اللي موجودين معانا بكره. خليكم موجودين معانا وتابعونا بكره. حلقه مهمه جدا وجامده جدا لكل عشاق مسلسل حكايه حياه. عايز اقول لكم الحكايه، عايز اقول لكم المسلسل ده هيحصل فيه حاجات كتير جدا. هو ايمن سلام بقى في مفاجآت مش هنقولها ولا نحرقها. شايف ايمن نورتنا جدا النهارده. ميرسي جدا. وتسلم ايدك يا مفيده. شكرا مفيده. نلقاكم على خير بكره وحلقه جديده. والستات ابدا ما بيعرفوش يكذبوا.